أهمية بالغة لها الدولة الجزائرية لعملية تكوين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اجتماعياً من خلال جملة من التسهيلات والامتيازات التي من شأنها إبراز القدرات المهنية والإبداعية لهذه الشريحة. برنامج تكويني مكيف لفائدة هذه الفئة وإجراءات خاصة، وذلك من خلال منح الأولوية لها للالتحاق بالتكوينات المهنية المتاحة على أساس تناسب التخصص المرغوب فيه مع طبيعة إعاقتهم، إضافة إلى منح رخصة تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة للالتحاق بالتخصصات من المستوى الأول والثاني والثالث، كما منحت الأولوية لها في الاستفادة من الإيواء. التمكين المهني لذوي الهمم محور هام تعمل الجهات المختصة على تعزيزه من أجل تحقيق عملية اندماج هذه الفئة في الحياة المهنية. تخصصات مميزة جدا، منها صناعة الجلود، زخرفة الزجاج، الخياطة، مقسم الهاتف أو موزع الهاتف، ستاندريست، إعلام آلي، البراي، عدة تخصصات اللي تهم ذوي الهمم. هناك دار المرافقة التي تعمل على تحضير هذه الفئة من أجل مرافقتهم أثناء عملية التكوين وبعد عملية التكوين، من أجل إنشاء من جهة المؤسسة المصغرة والاندماج في عالم الشغل. تعزيز تواجد ذوي الهمم في الأوساط الاجتماعية وعالم الشغل تحدي رفعته الدولة الجزائرية التي تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع.